حط لي النص، حط لي النص بتاع الحق. يا لو مشكلة في بلاد الناس حاجة يجيك الآخر يقول لك واه ليه كنت طاف ولا قلت صباح الخير لكل متتبعي موقع تونس الرقمية. كما تشاهدوا معنا الآن، احنا متواجدين من مقر ولاية باجة. اليوم وصلت سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي باش يتم نقلها بعد قليل. هذه يعني سيارة الإسعاف باش يتم مدها للمستشفى الجهوي بباجة بمجهودات النائب محمد بلادي الماكني. احنا متواجدين الان في مقر ولاية باجة. كما تشاهدوا معنا في الصورة سيارة اسعاف جديدة باش يتم نقلها للمستشفى الجهوي، يعني جابها بمجهوداته الخاصة النائب محمد الهادي الماكني عن جهة باجة، نائب عضو مجلس نواب الشعب في جهة باجة. هذه سيارة اسعاف باش يتم نقلها بعد قليل للمستشفى الجهوي بباجة في شكل هيبة للمستشفى بمجهودات عضو مجلس نواب الشعب محمد الهادي الماكني عن جهة باجة.